اهلا بيكم في يو اس اي ديلي. النهارده هفرجكم على اكبر ماركت في امريكا، اسمه الوول مارت. اتاسس سنه 1962، والبدايه الحقيقيه ليه كانت سنه 1968. مؤسسه اسمه سام والتون، وافتتح اول متجر ليه في ولايه اركنساس، ودلوقتي عنده اكتر من 10900 متجر حول العالم، 4092 منهم في الولايات المتحده الامريكيه، والباقي في 27 دولة متفرقة زي كندا، بريطانيا، ألمانيا والمكسيك، وفي حوالي 3 مليون موظف. سام والتون غير نظام قواعد الأسعار وقتها، وباع بأسعار قليلة جدا، وحقق أرباح ضعيفة في البداية، وابتدى يتوسع في المدن الصغيرة والريفية بعكس الناس اللي بتفضل المدن الكبيرة فقط. ودلوقتي وصل ربحه الصافي ل 13 مليار و643 مليون دولار. دلوقتي هسيبكم تتفرجوا وتحكموا بنفسكم، هل يستاهل ولا لا؟
وبس كده، استنوا الجزء التاني من فيديو الوول مارت. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واكتبوا لنا في الكومنتات على الحاجات اللي عايزين تشوفوها في امريكا واحنا هنتكلم عنها الفيديو اللي جاي. سلام.